فاكرين يا عيال الصورة دي؟ كانت أحلى أيام. معقولة لسه عندك الصورة دي؟ ده أنا كنت بحبها. شفت دينا شكلها كان عامل إزاي؟ إيه ده؟ أنا إزاي كان شكلي كده؟ مش بنشوفك ليه أونلاين؟ هتشوفوني كتير أونلاين علشان بقى عندي DSL من IM. IM مش بس خدمة إنترنت، دي حياة كاملة هتعيشها وأحلام كتير هتحققها. اوعى الدنيا تنسينا الأيام الحلوة. IM حياتك أونلاين. الطبعة الأولى في قناة دريم، أهلا بكم. هذه مبادرة جديدة من الطبعة الأولى، أول رائد فضاء مصري. ليه إحنا فكرناش قبل كده ولا بنفكر دلوقتي إن إحنا نفتح نفسنا شوية في الحياة ونفكر أعلى من واقع حكومة أحمد نظيف، ونبص لفوق ونبص إلى أوسع وإلى المستقبل وإلى الفضاء الفسيح، ونفكر في أن يكون عندنا أول رائد فضاء مصري. اشمعنا رواد كتيرة في وكالة ناسا، رواد كتير في وكالة ناسا موجودين، واشمعنا العالم كله طالع الفضاء وإحنا اللي بننزل لتحت؟ مش يمكن لو بقى عندنا رائد فضاء مصري طلع الفضاء مع وكالة ناسا يفتح نفسنا شوية ونحس ان احنا نقدر نرجع زي ما كنا في وقت قصير؟ النهاردة الصبح كان موجود مدير وكالة ناسا، كل وكالة ناسا، المدير الكبير بتاع وكالة ناسا كان هنا في القاهرة الساعة 11 الصبح، كان في جامعة القاهرة، قابل رئيس الجامعة دكتور حسام كامل، وقابل الأساتذة وعدد من الطلاب، وقال كلام كويس قوي. قال أتمنى ان احنا بعد 20 سنة لما الإنسان ينزل على المريخ أن يكون من بين رواد الفضاء اللي حينزلوا على المريخ رائد فضاء مصري. الحقيقة فتح عينينا، وليه أصلا ما عندناش دلوقتي؟ وليه مش السنتين ثلاثة اللي جايين يكون عندنا رائد فضاء مصري؟ إما يلف حول الأرض، إما أنه ينزل إلى القمر، أو أنه نجهز للنزول على المريخ، يكون عندنا ممثل لمصر في النزول على المريخ. لو إحنا ضغطنا إعلاميا وضغطنا سياسيا وقدرنا نقنع وكالة ناسا بعقد بروتوكول تعاون مع الحكومة المصرية، نقدر في رحلة قادمة نأهل حد من علمائنا وباحثينا وطيارينا ومهندسين وفنيين إن حد منهم يكون أول رائد فضاء مصري. آمل إن الحكومة تاخد هذا الكلام بجد، وآمل إن وسائل الإعلام تمشي وراء هذه المبادرة. إحنا نضغط من أجل بروتوكول تعاون بين مصر وبين وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، من أجل أن يكون عندنا في غضون السنوات القادمة أول رائد فضاء مصري، على أمل أن نكون من بين أول مجموعة بشرية تهبط على المريخ في عام 2030. أبرز عناوين الصحف المصرية غدا في صحيفة الوفد: استخراج جثة قتيل الإسكندرية وسط إجراءات أمنية مشددة، والأسبوع القادم تقديم طعن الكنيسة في حكم الزواج الثاني، واجتماع لجنة بوزارة العدل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتنفيذ قرارات إزالة تعديات شركة زهير جرانة في أسوان، تخبط في وزارتي الصحة والزراعة بعد نشرنا صور لحوم ساركوسيستا، للمرة الثانية إحالة أوراق قاتل هبة ونادين إلى فضيلة المفتي. وغدا في مصر اليوم ننشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضية بيع جزيرة آمون مصر أسوان للسياحة، باعت القرية لشركة تحت التأسيس في غياب الضمانات القانونية والمالية. النيابة تستمع ل 11 شاهد في قضية قتيل الإسكندرية. حفص صاحب شركة طنطا للكتان ومسؤولين بالشركة عامين مع الشغل بتهمة فصل العمال تعسفيا. حظر سيارات النقل والمقطورات على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي 3 أيام أسبوعيا طوال الصيف. وثيقة للوكالة الذرية: لمبات الإنذار في غرفة التحكم بمفاعل أنشاص خارج الخدمة. وخلاف داخل الحكومة على نسبة زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك. و50 ألف فدان انخفاضا في مساحات زراعة القطن. والشاعر أحمد فؤاد نجمة والدكتورة سعاد صالح
ينضمان إلى حزب الوفد. ورجل الأعمال نجيب سويرس يقول: المواطن المصري البسيط هو الوحيد الذي لا يتمتع بالحصانة في هذا البلد. وغدا في الشروق مخبر وراء كل مقبرة أثناء استخراج جثة قتيل الإسكندرية، تشريح الجثة في المقابر بحضور رئيس نيابة الاستئناف. أديس أبابا تدعو مصر لحضور مؤتمر مبادرة حوض النيل. ومصدر حكومي: لم نرد رسميا على الدعوة ولم نحدد موقفنا بعد منها. ومدير ناسا يبحث عن رائد فضاء مصري لإرساله للمريخ. وتشارلز بولدن يقول: لا نشجع مجيء الطلاب للدراسة عندنا، وعليهم أن يثروا أوطانهم بدراساتهم. 50 فقرة في أحياء الثانوية، والطلاب يقولون الأسئلة غير مباشرة. 70% نسبة نجاح إعدادية أسيوط، و 77% إعدادية المنيا. الدكتور السيد البدوي يؤيد موقف البابا من حكم الزواج الثاني. والبابا يطالب الوفد بزيادة عدد المرشحين الأقباط في الانتخابات البرلمانية. توقع استمرار الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل. اليورو يستعيد 7 قروش من خسائره، ودفع جيدا المتطوعات للعمل في القوات المسلحة، ومصادرة 5000 حذاء رياضي مكتوب عليه لفظ الجلالة. وماجا جورج يقول: انتهاء الصرف الصناعي في النيل بحلول 2012. وفاصل ونبدأ. فضيحة الساركوسيست. الساركوسيست دودة موجودة في اللحمة، منتشرة في اللحوم اللي جاية من الهند. ودودة ديت ممكن تكون واضحة بالعين المجردة، تبص على اللحمة تلاقي طالعة منها دودة الساركوسيست. المفروض سفارتنا في الهند قالت لنا من سنين: يا جماعة ما تستوردوش لحمة من الهند، علشان لحمة الهند مصابة بدودة ساركوسيست على نطاق واسع. والمفروض ان وزارة الزراعة لها قرار قبل كده في الثمانينات ان دودة الساركوسيست ديت وباء ومرض، ولا ينبغي ان احنا نستورد اي كيلو لحمة فيه دودة واحدة من دود الساركوسيست. الكلام واضح، سفارتنا حذرت، وزارة الزراعة قالت الدود ده بيبان للعيان منتشر في الهند، يبقى ألف به ما نستوردش لحمة من الهند. أو إن احنا نشوف بطريقة علمية المناطق اللي في الهند مش مصابة فيها هذه اللحوم، وحيث إن احنا مش عباقرة قوي في أي حاجة بناخدها حكوميا، يبقى بنقص الهند وناخد من دول أخرى ما فيهاش هذه الظاهرة. إنما طبعا شركات الاستيراد أقوى من الدولة وأقوى من الشعب، والفلوس اللي تخش جيبهم أهم مليون مرة من الفلوس اللي هتطلع للعلاج بالنسبة للشعب. عندنا شيء يعني يثير الضحك، الموقف في هذا الشأن كما كتب ياسر شورى في الوفد، بيقول إن في وزارة قالت لنا الساركوسيست عادي، اللي هي وزارة الصحة. وزارة الزراعة قبل كده قالت لا مش عادي، والدنيا تاهت بين وزارة التجارة والزراعة والصحة. وفي النهاية موفد الوفد ياسر شورى لف في الشوارع وجاب بنفسه 40 كيلو لحمة هندية الدود باين في اللحمة، وقال ان ده شيء لا يجوز. ولو الوزراء والحكومة عجبهم الكلام ده، هو عايز يعمل لهم عزومة بال40 كيلو، تيجي الحكومة قدامنا وتشوف الدود وتاكل من اللحمة المصابة ساركوسيست، إذا كان رأي الحكومة أن هذه الديدان لا تضر. هيئة الخدمات البيطرية عشان تتابع الوفد بتقول بقالها سنين بتبعت أطباء بيطريين على نفقة شركات الاستيراد اللي لها مصالح أصلا تجيب اللحمة، ودول بيعتمدوا هناك هذه الشحنات. والشحنات دي وقفت في ميناء اسكندرية، لكن نفوذ الناس أصحاب الاستيراد أقوى، ودخلوا الشحنات لمصر ومختومة بختم الوزارة وموجودة حاليا في الأسواق. لغاية ما نعرف رأسنا من رجلينا، أدعوكم لمقاطعة أي لحوم هندية موجودة في أي مكان لغاية ما نعرف إيه حكايتنا مع الساركوسيست. يعني في عالم القبور الدود بياكل الإنسان، وفي عالم أحمد نظيف الإنسان بقى ياكل الدود.
حياتي اسهل. 0375000 السايت بتاعي مفيش زيه. اكيد لان اي ام تقول احسن منه. تقدر تدخل على الهوت ميل والياهو تشات والفيسبوك وكل ده من داخل www.imtool.com. لكن قول لي من السايت بتاعك تقدر تدخل على التوظيف؟ لا. تقدر تصمم اعلان وتعلن عنه داخل السايت بتاعك؟ لا. تقدر تشوف فيديوز على اليوتيوب؟ لا. تقدر تدخل على جوجل توك؟ لا. انا اقدر اعمل كل ده من www.imtool.com.